شهدت محافظه الاسكندريه تدشين اول فرقه دمج للفنون الشعبيه والاستعراضيه على مستوى الوطن العربي يهدف انشاء هذه الفرقه الى تسليط الضوء على اصحاب الهمم في مجال الفنون الشعبيه يعد تمكين اصحاب الهمم ودعم قدراتهم وتنميه مواهبهم اولويه تعمل اجهزه الدوله المختلفه على تحقيقها، وفي خطوه تؤكد التحول الكبير نحو التعامل مع اصحاب القدرات الخاصه، شهدت الاسكندريه تدشين اول فرقه دمج للفنون الشعبيه والاستعراضيه على مستوى الوطن العربي. احنا الهدف من الفرقه ان احنا نعمل دمج لمتحدي الاعاقه في مجال الفنون الشعبيه وتسليط الضوء على ابداعاتهم وفي نفس الوقت نعمل ترويج السياحه وت... التبادل الثقافي بين الشعوب. الفترة اللي جاية إن شاء الله إحنا اه عندنا رؤية إن الفرقة إن شاء الله تعمل عروض على المستوى المحافظات يعني ويبقى ده ترويج سياحة محلية وعندنا تطلع أكبر يبقى فيه سياحة ترويج سياحة خارجية. حفل تدشين الفرقة شهد تقديم عدد من العروض الفنية والاستعراضية حيث لاقى العرض تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين ويهدف إنشاء الفرقة إلى تسليط الضوء على أصحاب الهمم في مجال الفنون الشعبية من خلال لعمليه دمجهم في المجتمع باعتبارهم عنصرا فاعلا ونشطا